السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمك سلام. الشيخ ياسر حبيب معكم. سلام عليكم أخي. سلام عليكم أخي، أهلا وسهلا. ورحمة الله أهلا وسهلا. وبركاته. كيف حالكم؟ إن أهلا شاء الله وسهلا. بخير. الحمد لله بخير، الحمد لله الحمد الحمد لله لله. الحمد لله. أنتم تبون تعلنون تشيعكم مش أو مو أخوتكم؟ لا لا لست أنا، صديقتي بجانبي الآن تسمعك. أنا بعد إذنك وضعت التليفون على المكبر كي تسمع هي الصوت، يعني جالسة أنا وهي فقط، لا يوجد أحد عنا فقط. وهي يعني من كثر ما أنا يعني حكيت لها عن أهل البيت وعن سفينة النجاة وهيك، وهي اقتنعت الحمد لله أنها تتشيع بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب، هي تتكلم اللغة العربية أم أخي تتكلم اللغة أخي الألمانية؟ أخي أخي هي لا تستطيع أن تظهر صوتها، وأنا شرحت هذا الأمر لخطورة الموقف. هي متزوجة من سني ولا تستطيع أن تهتف أو تهمس باسمها أو صوتها. هي تريد أن لا، نحن تسمع. لا نريد صوتها، نحن نريد هي عربية، الصوت. هي عربية. ها، هي عربية. نعم طيب، عربية عربية. سمحت الشيخ، أنا سوف أعطي الهاتف لسماحة الشيخ شكرا. أنا وهو أتكلم. سيعطينا الشهادات نعم إن شاء نعم الله، إن شاء الله إن شاء الله. ولكن هي عليها أن تردد ما بعده. طبعا طبعا هي تردد لكن بدون صوت كما اتفقنا، بدون إن صوت. شاء الله نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء شكرا الله. أخي، شكرا. نعم، هذا سماحة الشيخ معكم. السلام عليكم شيخ ياسر الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. حياك الله حياك الله. يعني أنا لا يعني لا أستطيع وصف سعادتي أني أتكلم معك. أستغفر الله، ونحن السعداء كذلك. نعم أسأل نعم الله حياك أن الله. يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، بارك الله فيك. يحفظكم إن شاء الله وينير دروبكم إلى الجنة إن شاء الله. شكرا شكرا. يعني اسمح لي، ما يعني هل أقول لك مولانا الشيخ أم ماذا أقول لك؟ يعني ما لا أريد أن أستعمل عبارات لا تحبها، فما يعني أنا أخوكم إن شاء الله، أخونا الشيخ أخوكم. إن شاء الله ياسر الحبيب، يعني المحب لآل البيت، المحب المضحي لآل البيت، وهذا من شيم أخلاقك الطيبة. أختنا أنا بارك الله فيك أقنعتها من أكثر من تقريبا على مدار حوالي 10 يعني أشهر على يعني حب آل البيت، ولماذا يعني نحن نبكي على آل البيت، وما هي أحداث آل البيت، وما حصل لآل البيت. وسمعت يعني كثير من اليوتيوبات، يعني من حضرتك، من أشخاص آخرين. فالحمد لله اقتنعت بأن تركب سفينة النجاة وتبارك لها وتشيعها كما بتنطق الشهادة على بارك يدك. الله لها، بارك الله لها، ورزقها الجنة بشفاعة محمد وآله الطاهرين بإذن صلوات الله. الله عليهم أجمعين. صلوات الله عليه وسلم. وهنيئا لكم إذ هداها الله عز وجل بكم. نعم هنيئا لكم، الحمد لله الحمد لله لكم أجر عظيم عند الحمد الله تعالى إن شاء الله. الحمد لله. نحن نريد الأجر فقط. الحمد لله. بوركتم. بوركتا بوركتا. هي تسمعك مولانا، يعني ماذا تريد أن تقول لها قبل التشيع، يعني قبل أن تنطق الشهادة التي ستقولها حضرتك لها؟ هل تنصحها ببعض الأشياء؟ هل تقول لها أي شيء قبل الشهادة؟ في الحديث الشريف عن الأئمة الأطهار من أهل بيت المصطفى صلوات الله عليهم أجمعين أنه لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، فالله الله بالصلاة. الأمر الثاني، قالوا عليهم السلام ما مضمونه، إن الورع من صفات الشيعة، فكيدوا بالورع أعداءنا، فالله الله بالورع. والأمر الثالث، قول الحق وإن عز. قال الإمام الكاظم عليه السلام: قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك. والأمر الرابع، ترك الباطل وإن كان يبدو أن فيه النجاة، فإن الإمام عليه السلام يقول: ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. وأوصيها إن شاء الله بأن تثبت على الإيمان، وأن تواظب على أداء صلاة الليل، وأن تهدي من حولها من أسرتها، زوجها، أبنائها،
أخواتها ومن شاكر بالحكمة والموعظة الحسنة بالتدرج لمن يكون أمر هدايته متوقفا عليها على التدرج، وبالصدمة لمن يكون أمر الهداية متوقفا على صدمته بالحق. كل شخص يختلف عن الآخر ما هو مفتاح هدايته. أسأل الله تعالى أن يبيض وجهها وأن تكون إن شاء الله مخلصة للنبي الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وأن يأخذوا بيدها ويدكم إلى الجنة إن شاء الله. هي كتبت، هي مستعدة، هي كتبت، هي كتبت لي سؤال، كتبت لي سؤال مولانا الشيخ، إذا زوجها من الصعب ومن المستحيل أن يقتنع بالتشيع، ما هو الحل؟ تداريه إن شاء الله. يعني هل تبقى معه وهو سني؟ نعم، يجوز لها أن تبقى معه ما لم يكن ناصبية، ما لم يكن ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام أن يتعبدوا بلعنهم نعوذ بالله أو بالبراءة منهم، فإن كان مجرد مخالف عادي فيجوز لها أن تبقى معه زوجة وتسعى في هدايته إن شاء الله، وتتحين الفرص لذلك وتداريه إن شاء الله لحد ما الله عز وجل ينعم عليه أيضا بالهداية إن شاء الله. وإن لم يقبل، يعني هي يعني لا تريد أن تخبئ يعني. الله أكبر. حينئذ في أن تخبئ تشيعها قد يكون عند الله أعظم مما لو أعلنته، لأنها هنا تجاهد من أجل أن تبقي هذا الرابط الأسري، ولا تتشتت أسرتها، أبناؤها إن كان لها أبناء، فالله عز وجل يرى منها ذلك الصبر وذلك التحمل، كما صبرت السيدة آسية بنت مزاحم عليها السلام من زوجها فرعون عليه اللعنة. وبالقطع واليقين فليست الأخت الفاضلة أفضل عند الله عز وجل من السيدة آسية، ولا زوجها أسوأ عند الله من فرعون. فلها أن تتحمل إن شاء الله وتصبر، ولها بذلك أجر الصابرين إن شاء الله. شاء الله شاء الله. هي متحمسة جدا، وتعرف يعني أنا علمتها بأشياء كثيرة، وعملية التبرؤ كمان، البراءة من عمر وأبو بكر وعثمان وحفصة وعائشة. فأرجوك، هي تبدأ، هي جاهزة الآن تسمعك بكل إن شاء الله آذان صاغية. تفضل. توكلنا على الله، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي أختنا الكريمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالت. تفضل. وأنه لا شبيه له ولا نظير. قالت أيضا. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه سيد الخلق أجمعين. وخاتم الأنبياء والمرسلين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. قالت. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. نعم.
أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. نعم. وعائشة وحفصة. نعم. في النار. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بهم ولعن أعداءهم، وبارك اللهم أمتك هذه واقبلها في عداد المؤمنين الطائعين المسلمين لك يا رب، وارزقها شفاعة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنيئا لك يا أختنا الكريمة، شكرا إذ كنت سببا في إرشادها إلى طريق الحق. الحمد لله. الحمد لله الذي يعني يجعلنا الله نتكلم كلمة الحق. وكلمة الحق شيخ ياسر، هذا أمر من أمر الله أن يقول الإنسان قول الحق. وأنا أتمنى الحمد لله، ذلك من فضل الله عز وجل علينا. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هكذا قال في كتابه العزيز. نعم. ومن رحمته علينا بعث لنا نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وآله، وهو الرحمة المهداة إلى العالمين. نعم. وثم من بعده جاء الأوصياء الطاهرون أهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم، لينتشنونا من الضلال الذي أسسته الحكومات منذ يوم السقيفة إلى يومنا الحالي. والحمد لله رب العالمين الذي نجانا، والحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. هي كتبت لي إذا فعلت بكل ما أوصيتها الآن في الشهادة، هل هذا هو مفتاح الجنة أو باب الدخول إلى الجنة إذا فعلت إن شاء الله؟ نعم، كما ورد عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ما مضمونه: إن كمال الدين ولايتنا والبراءة من أعدائنا. نعم. فلا شك أن هذا طريق الجنة إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم. شيخنا الغالي ياسر الحبيب، يعني كما قلت أن هذه الشهادة هي مفتاح للدخول إلى الجنة، أنا أقول لك هذا مفتاح للخروج من الجنة، ولعنة الله عليك وعلى كل شيعي يشتم الصحابة وأمنا عائشة. أنا فقط أحببت أن أتكلم معك لأثبت لك أنك إنسان لا تستحق من الله إلا اللعنات، إلا اللعنات يا شيخ ياسر. وأنا من مركزي هذا، موقعي هذا، بالنيابة عن أهل وعن أمة محمد، أقول لك ارجع إلى عقلك، ارجع إلى الدين الصحيح وهو دين أمة محمد، أفضل لك من هذه الخرافات التي تدعيها وتشتم الصحابة وتشتم أمنا عائشة رضوان الله عليها. ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا تستفيد من كل ما تفعله يا شيخ ياسر الحبيب؟ من يدفع لك لكي تفتعل الفتنة ما بين المسلمين الذين إلى الآن نحتسب أن بعض الشيعة مسلمين؟ ماذا تستفيد؟ قل لي بس ماذا تستفيد؟ هل لديك كلام ياسر الحبيب؟ أم ستقفل الخط الآن؟ كانت فرصة جيدة أن نستمع إلى صوتك لكي نرى ردة الفعل هذه. لي تعليق واحد وطلب. تفضل. إذا أذنتي. تفضل. أما التعليق فأقول إن كان ما قلتيه في حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قلتيه في باطلا فأسأل الله أن يغفر لك. وأما الطلب فهو أن تبحثي أكثر وتحتملي أن نكون على حق. لست على حق. إن وجدت الدليل. شيخ ياسر، لست على حق. الدليل معنا. لست على حق. القرآن واضح. كيف تطعم بأصحاب النبي وزوجة النبي؟ كيف تطعم بهم؟ قل لي. كيف تشتمهم؟ كيف تعرف أنهم في النار؟ من قال لك؟ أنا قلت لك هذا طلبي.
قلت ابحثي أكثر لا واحتمي. لا أريد أن أبحث. إننا نطعن بهؤلاء. لا أريد أن لا. الذي يحب أهل البيت هم نطعن بهم. أمة محمد تحب أهل البيت، وأهل البيت على رأسنا من فوق، أهل البيت على رأسنا من فوق. ولكن أنت من تدعي أنك تشتم الصحابة، لماذا تشتمهم؟ لماذا تجعل العداء ما بين السنة والشيعة؟ ما هدفك من هذا القول؟ لاحظي أنني أستمع لك جيدا. طبعا أنت مستمع جيد، لم تفقد صوابك. إني واستمعت لي جيدا أيضا، وأنا أستمع. أنا لك. لا أريد منك إقناع في التشيع شيخ ياسر، أنا لست مقتنعة. لست في هذا الوارد. أنا أستوعب أنك يعني صورت الأمر للأخوة في المكتب أن هنالك. نعم. يعني الحرب خدعة يا ياسر حبيب، الحرب خدعة. الحرب خدعة. الحرب خدعة. الحرب خدعة. الحرب خدعة. الحرب خدعة. أنا أفهم أنك أردت التوصل لي لكي. نعم. لهذا الاعتراض. نعم. حقك. نعم. نعم. صدق. أنا أقول إن من حقك أن تعترضي. صدق. لست أقول لا. أنا أدرك أن هنالك رواسب كثيرة موجودة في أذهان المسلمين تجعلهم يستبشعون الذي نحن ندعوه. للأسف فعلا بشع. للأسف. ويتصورون أنه من الباطل، وأنه طبعا من أشد من يدفع لنا كما أنت قلت. أنا أقول لك هذا، أنا أقول لك بكل صراحة، هذا لا يضيرنا في شيء. أنا أقول لك بصراحة هذا الذي قلته صدق النية. أنا أقول لنا بالحق نريد الهدى للناس. هذا الذي تكلمت به الآن هو مفتاح الخروج من الجنة، وأن هذا مفتاح الخروج من الجنة. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ياسر هكذا لا بد على أقل. هذا مفتاح الخروج من الجنة. أنت الآن أنا لا أشتمك، لاحظ أني لا أشتمك. أنا أقول لك عليك ما تستحق من الله، عليك ما تستحق من الله، وعلي ما أستحق من الله، عليك ما تستحق من الله. لا أقل في هذا الشأن. عليك ما تستحق من الله بشتمك للصحابة ولأمنا عائشة. عليك ما تستحق من الله. لا أقول لك إلا هيك. أنا أقول لك عليك ما تستحق من الله بشتم الصحابة وشتم أمنا عائشة. خير ما فعلتي. نعم. عليك ما تستحق من الله. نعم. والله يعلم أني مستحق للرحمة بما فعلت. أبدا. أنا أريد أن أنهي كلامي معك أن تسترجع نفسك وتقرأ القرآن وتعرف أنك على غلط. أكيد ما حتعمل هذا الشيء، ولكن قرأته وتدبرت فيه. نعم. نعم. وعلمت أني على صواب. لست على صواب. مع آل محمد. أدعو لك بالهداية. أنا سأدعو لك بالهداية. نعم. ما تصنعين. نعم. بإذن الله. أشكرك كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة.